وقفي. انتي ذكية مو هيك؟ مو بريئة؟ ولطيفة؟ يلي هو شايفة اللي عم تعملي انتي؟ أنا؟ ايه انتي؟ هاي نفسها خطتك اللي عملتيها من قبل ولسه ما تغيرت. انتي هلأ عم تتظاهري انك بريئة وحبابة كتير وبدك تكسبي أفراد العيلة لطرفك. الكل هلأ عم يرجع يمدحك ومثل قبل كمان وعم يحبوكي، وغالباً نسيوا مشاكلك كلها. بس أنا ما نسيت، أنا شايفتك وبعرفك كتير منيح، فهمتي؟ بالمناسبة شو هدفك أنت؟ شو بدك؟ أنا بعرف بس أنا حابة أسمع منك. طبعاً إذا عندك الجرأة لحتى تحكي، ولو حتى شوية الشجاعة لحتى تحكي، احكي لي. أنت عم تعملي كل هالشي يعني لأنك ما بدك تروحي وتتركي هالبيت؟ هلأ بدك تجاوبيني، رح تبقي بهالبيت ولا لا؟ شوفي يلا قولي شي، سكوتك عم يثبت الحكي اللي عم قوله، مو هيك؟ بتضلك ساكتة مشان الكل يضلوا مخدوعين، يعني عم تخبي الحقيقة، هذا اللي عم تعمليه. سألتك بشكل مباشر، جاوبيني، احكي، شو ناطرة؟ يلا خلصيني قولي. هل شو؟ هلأ أنا فهمت، أنتي ناطرتي لريشي. ريشي عم يحوم حواليكي بهالفترة، وهو اللي عم يدعمك كمان، وبدك ياه يشوفني وأنا عم أحكي معك بهالطريقة. لا تسكتي، أحكي معي. أنتي هيك بدك؟ بس حطي ببالك لكشمي، بغض النظر عن الشي اللي عملتيه رح أطالعك من هالبيت، عم تفهمي؟ شو عم يصير؟ شو بكون؟ فهمتني؟ برجع بشرح لك شي؟ فهمت أو لا؟ فهمت، إيه فهمت، خلصنا، فهمت، وحتى هو فهم. لكان اتفقنا وتأكد إنه هذا هو الصح. لا تقلقي، روح سكر الباب وقفله. أخي؟ نعم. لا تتدخل بالأم وبنتها، توقع بالمشاكل بعدين ورح تندم. الخطة يلي شرحت لك إياها رح تدخلك على السجن مدى الحياة. اسمعني نصيحة، لا تطمع بالمصاري. صح نحن بدنا المصاري، بس انتبه منيح على حالك، لا تخاطر. بدي خاطر. سكوت. هاي الشرطة ليك عم تراقب بيت ريشي 24 ساعة، لما تدخل لهني هنن رح يحسوا عليك ورح تفوت على السجن على الأكيد، فهمت؟ اسمع مساحك يا ليك أخي، أنت بتستخف فيني وما بتسمعني، اليوم غير، لا تحط حالك بهذا الفخ، خلص لا ترد عليها، ولو دقت لك هي لا تدق إلا أنت، فهمت؟ ومنشان المصاري أنا برتب كل القصة، خلص. شو رح تعمل؟ لا خلص شو بدك، لا تقلق، أنا لقيت الحل، رح نروح لبعيد، بدنا نروح برحلة، لا تدخل حالك بهي القصص، عم تفهم؟ شو بك؟ فهمت؟ اتفقنا؟ اتفقنا. ماشي يلا تقدر تكمل أكلك. طيب لكشمي قليلي، شو اللي عم تحكوه؟ خبريني، في شي؟ ما في داعي خبرك بشي ريشي، نحن كنا عم نحكي بأمور خاصة بيننا. ايه طيب، ايه لكان حط الإبريق بغرفة أمي، عم ينادولك. ماشي. لحظة ريشي، خبر موكيشي حطه بغرفتي. عادي ماما، لكشمي هي بتحطه مو قصة. بعرف هالشي، بس قول لموكيشي حطه بغرفتي. ماشي لكشمي. لا أنا ماما، أنا رح أبعت موكيش. اطلعي عليه، أخذ المي منك حتى ما تضطري ترجعي، ولا مرة عمل هذا الشيء. لك من لما أجيتي صار هو يشتغل، ابني عم يتغير، مو بس هو، الكل تغير كمان،
وكل شي تغير. والسبب؟ السبب انتي يا لاكشمي. ما رح اسمح لك بهالشي. انا ما رح خلي شي يتغير وما رح اسمح لهم يتغيروا. وما رح اسمح للي مثلك انه يضل بهذا البيت. ستي الطاووس أخذهم لبعيد كتير. ترك من إيدك، روح من هون. شو المشكلة؟ ليش ستي عم تضربيني وأنا عم بعطيكي هاي الوردة؟ هاي الوردة إلك، شو مشكلتك؟ خبير ورد، إذا كنت بدك تعطيني ورد نقيهم منيح. ها أعطيني وردات أكبر من هاي. جايب لي هالورد الدبلان هاد، خلصنا بقى. خدي هاي حلوة وكبيرة، يلا. قلت لك اتركها، أعطيني الورد البرداني. ستي خديها، حط علي عليه. ايه مكيش، لا مكيش، خدوا على غرفة أمي. حاضر. بعتك لتحكي مع لاكشمي وجيت مع الإبريق لهون؟ جاية لهون ليكا. اجت لاكشمي حبيبتي. ايه قليلنا كيف بدك الديكور حتى نعمله. ايه بس ليش رح تعملوه؟ أنا مو قلت لك أني أنا بعمله، مو هيك ستي؟ ليش؟ هو مو ذكرى عيد ميلاد زوجي؟ يعني مانو عيد ميلاد جدي؟ ايه وكمان هذا عيد جدي، كلياتهم رح يساعدوكي. ايه بحطها هون مو صحيح؟ حطيها يا ستي، ستي اعملي مثل ما بدك. يعني ايه؟ وانا هاد رأيي كمان. وانا شايفها كتير حلوة. يلا عنا شغلة، تحركي. وين الصينية؟ آي أوه. لا تتقاتلوا. أخ لا تتقاتلوا. سلامتك. سلامتك. لا لا لا، ليش عم نقولن لا تتقاتلوا لا تتقاتلوا؟ شو هاد يلي صار بالغلط؟ مو بقصدن، بسيطة. إيه بس أنا حسيت إنه بتقصدها. إيه ماشي، إيه فهمت، بيضربوا راسن وبعدين بيتقاتلوا. هلا فهمت. بس يا ولد يا سخيف، بس هذا القتال مختلف، لأنه هاي بتكون معركة حب. فهمت، حب. يلا 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 حب بسرعة، يلا يلا.